محطتنا هلا ليا رح نسلط فيها الضوء على جهود رجال قوى الأمن الداخلي اللي عم ما تتوقف في خلال عجلة النشاط الدائمة الحركة حتى بالعطل وأيام العيد. هن العين الساهرة اللي ما عم تنام. بعيد الأضحى بدنا نقول كمان لكل رجل من رجال الشرطة كل عام وأنت بألف خير، لكم منا بطاقة معايدة من الأخبارية السورية وين ما كنتوا على كامل جغرافيا سوريا. لحتى نحكي أكثر عن جهود رجال الشرطة وقوى الأمن الداخلي، بصرنا نرحب باللواء عصام الحلاج قائد شرطة محافظة ريف دمشق. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. وأيضا بدنا نرحب باللواء محمد حسن العلي مدير إدارة التوجيه بوزارة الداخلية. صباح الخير سيادة اللواء وأهلا وسهلا فيكم. صباح النور، كل عام كل عام وأنتم بخير. بخير وفضائل الشاشة الكريمة، الشاشة الإخبارية، الشاشة الوطنية المتميزة، بألف خير كل عام. والوطن وقائد الوطن السيد الرئيس بشار حافظ الأسد بألف خير، ورجال الجيش العربي السوري رفاق السلاح بألف خير. الرحمة كل الرحمة لشهداء الوطن، وبهذه الأيام المباركة نتمنى الشفاء العاجل لجرحانا ومصابينا. امين. نعم. يا رب كل عام وانتم بخير. عن بخير. جديد يعني مثل ما قلنا رجال الشرطه هن من المهن خلينا نقول اللي ما بتعطل حتى بايام العيد مثل نعم. كثير من العالم، لكن مثل نحن العالميين وانتم يمكن ما منعطل بالمناسبات. والعين الساهره كنتوا ايضا خلال ايام عيد ايام الاضحى المبارك. خلينا نحكي عن الجاهزيه واستعداداتكم للعيد، كيف كانت وكيف حضرتوا؟ الموضوع الأعياد والمناسبات، سواء كانت المناسبات الوطنية والمناسبات الاجتماعية والدينية، هناك حالة استنفار دائم وجهوزية على مدار الساعة من خلال رجال قوى الأمن الداخلي ووحدات قوى الأمن الداخلي المنتشرة على ساحة الوطن. تصدر تعليمات في هذا الخصوص من السيد اللواء وزير الداخلية، وبناء عليها تصدر تعليمات أوامر خدمة في كل قيادة الشرطة تستنفر فيها كل الوحدات وكل رجال الشرطة، وتسير الدوريات لتحقيق الضابطة الإدارية التي ضبط الأمن. هي لها الدور المانع لمنع كل من تسول له نفسه بأن يعبث بالحالة الأمنية، بالإضافة إلى تسيير الدوريات لضبط الجرائم المشهودة بما يحقق بما يفيد الضابطة العدلية. هذا العيد بالذات كان له نكهة أخرى مع انتصارات وتضحيات رجال جيشنا العربي السوري وقوى الأمن الداخلي والقوى الرديفة والحليفة، كان له نكهة أخرى فيه عبق الانتصارات. وهذا الأمر انعكس على الشارع السوري من حيث الازدحام ومن حيث اكتظاظ الأسواق كان في ارتياح بالناس. هذا الهدوء، هذا المناخ الأمني الذي تحقق بفضل جهود الجيش العربي السوري تطلب منا أن نكون ونواكب هذا الأمر. فاستنفر السيد اللواء وزير الداخلية في هذا العيد بالتحديد بكامل طاقة الأجهزة والوحدات الشرطية على ساحة الوطن، وسيرنا الدوريات منذ قبل ما قبل العيد. وهناك مهام ملقاة على عاتقنا هي تتعلق بحفظ الأمن والنظام وتأمين الطمأنينة والسكينة العامة. حقيقة سيرنا الدوريات بساحات العيد بعد أن نسقنا مع رؤساء الوحدات الإدارية لفحص الألعاب التي هي موجودة في الحدائق العامة لضمان سلامة أطفالنا. صحيح. أيضا أمننا حالة الطرق وسلامة مستخدمي الطريق. كما تعرفون بأن النشاط الاجتماعي والحركة الاقتصادية قد زادت في هذه المناسبة ولم تعد تقتصر على الهاتف. حاليا هناك نشاط اجتماعي ونشاط اقتصادي تحقق بفضل الحالة الأمنية التي فرضها جيشنا العربي السوري. صحيح، فضل الانتصارات. نعم تماما. فهذا الأمر استدعى كما قلت لك بأن نرفع جاهزيتنا بكل طاقتنا وننتشر في كل الأماكن التي
يمكن أن يتسلل إليها عابثون أو ضعاف نفوس ليعكروا صف الأمن. نشرنا دوريات الأمن الجنائي، نشرنا دوريات المرور على الطرق العامة، مراكز الطرق العامة كانت مستنفرة على مدار الساعة، قدمت الإسعافات الأولية للأخوة المواطنين الذين تعرضوا لحوادث سير قد تكون حوادث سير، والحمد لله بهذا العيد لم تكن هناك حوادث سير تذكر كبيرة فيها إصابات أو فيها، اقتصرت على الأضرار المادية. أيضا راقبنا المنازل، راقبنا المنازل باعتبار أن المنازل قد خلت البعض منها بحكم أنه نعم سافروا إلى أهلهم، العطلة طويلة كمان، والعطلة كانت طويلة. راقبنا أرباب السوابق والمشبوهين، أمنا حالة الحالة التي تطمئن المواطن بأنه في مأمن وممتلكاته في مأمن ومنزله في مأمن. أيضا نسقنا مع رؤساء الوحدات الإدارية، قمعنا كل مخالفات البناء، هناك ضعاف نفوس ومتعاهدين وتجار قد يستغلوا هذه الفترة لإشادة الأبنية المخالفة. أيضا المفرقعات وهي من المنغصات التي تحصل بالأعياد وقد تنقلب من فرح إلى حزن. أيضا صادرنا الكميات كبيرة من المفرقعات ومنعنا إطلاق العيارات النارية بساحات العيد. الدراجات النارية قد هناك بعض الأشخاص خاصة بمناطق المكتظة الريف، أيضا والريف تماما الضواحي هناك يعني. كانت أنا نعم هناك كانت حالات عديدة جدا، راقبنا هذه الظاهرة وتصدينا لها من بدايتها، لأنه تأجير الدراجة للمراهق قد أمر خطير وتنعكس عليه وعلى مستخدمي الطريق وعلى صحيح. الآخرين نعم. هذا الأمر كمان أيضا رصدناه بكل جدية. أيضا موضوع تأجير الخيول وما شابه ذلك، راقبنا البسطات الباع المتجولين مع دوريات التموين، أزرنا كل الجهات والوحدات الإدارية لتنفيذ عملها في تعديات على المياه الجوفية. صادرنا طبعا حجزنا حفارات كانت تتعدى على المياه الجوفية، رافقنا مديريات التموين وضبط حركة الأسعار وزيادة التعرفة في حافلات النقل العامة. أيضا واكبنا عودة الأخوة المهجرين من القادمين من لبنان ورفقناهم الى مراكز الى منازلهم. نعم. سياده اللواء، لكن يعني مع هالحكي اللي بيشرح القلب خلينا نقول كل شيء بيدل انه نحن اشتقنا للفرح، اشتقنا للعيد، اشتقنا مع انتصارات ابطال الجيش العربي السوري. برقيه معايده اكيد بتحب توجهها حضرتك. سياده اللواء عبر الاخباريه السوريه، خلينا نسمعها سوا. أولا أسعد الله صباحكم وكل عام وأنتم بخير، وبداية نحن نقول تحية الإكبار والإجلال لأرواح شهدائنا الأبرار، هؤلاء القديسين الذين قال فيهم القائد المؤسس طيب الله فراه قولا عندما قال الشهداء هم أكرم ما في الدنيا وأنبل بني البشر، وكل قول يقف تحت عتبة هذا القول العظيم. هؤلاء الشهداء طبعا بفضل دمائهم نحن الآن ننعم بهذه الحياة وننعم بهذا النصر الذي يغطي كل أراضي الجمهورية العربية السورية، وطبعا بفضل هذه الدماء الطاهرة التي هي حصنت حدود هذا الوطن، وبفضل دماء أيضا هؤلاء الجرحى الأبطال، أيضا هؤلاء الذين فاتهم قطار الشهادة، بفضل دمائهم أيضا توحدت زمر الدم السوري بحيث أصبحت كل سوريا تقف في مواجهة هذا الإرهاب العظيم. طبعا نحن لكل هؤلاء يعني لهؤلاء الأبطال رجال الجيش العربي السوري هذه القامات الشامخة ورجال قوى الأمن الداخلي أيضا الذين كانوا القوى الرديفة والحقيقية التي أثبتت جدارتها في الميدان وقدمت العديد من الشهداء والعديد من التضحيات وما زالت تقدم لهؤلاء جميعا. طبعا أنا قلت بطاقة معايدة بمناسبة هذا العيد، قلت العيد أضحى مسفرا من شمسكم والصبح
أشرق من شموخ جباهكم، أنتم رجال الله، راية عزنا، والنصر مكتوب بنور جبينكم. يا ملح هذه الأرض، يا فرساننا، هناكم الله العلي بعيدكم. يسلم دمك سيادة. أكيد سيادة اللواء عصام، يعني مثل ما بنعرف الغوطة كان أكبر انتصارات الجيش العربي السوري. خلينا نحكي عن التحضيرات بعد التوافد الكبير ورجوع كمان بعض الأهالي لمنازلهم. خلينا نحكي عن التحضيرات والإجراءات اللي اتخذتوها بالغوطة الشرقية، كيف تمت اتخاذ إجراءات الأمان؟ وعفوا في عدد ايضا زينب، بس صار فيها اعاده ترحيل لاعاده الاعمار كمان، خلينا نذكرها. المناطق التي تم تحريرها من قبل رجال الله، رجال الجيش العربي السوري، انتشرنا منذ اللحظات الاولى بهذه الاماكن بما يحفظ الممتلكات العامه والخاصه للاخوه المواطنين. منذ اللحظات الاولى دخلنا على كل المناطق التي جرى تحريرها، وبسطنا هيبه الدوله وتأمين سيادة القانون، وحفظنا على الممتلكات العامة والخاصة. وهناك دور آخر لقوى الأمن الداخلي أيضا في إعادة التوعية القانونية، التأهيل القانوني لهؤلاء المواطنين الذين كانوا يرزحون تحت وطأة الإرهابيين وأعمال الإرهابية. هؤلاء عاشوا سنوات طويلة بعيدا عن القانون وبعيدا إلا بما فرضه عليهم الفكر التكفيري النجس. حقيقة هذا الأمر ساعدنا في دمج هذا المواطن في من خلال التوعية القانونية وبشكل جدي وبكل فاعلية ضمن هذه المناطق. أيضا أمنا، كان هناك دورة تكميلية للتعليم الأساسي في الغوطة، أيضا أمنا تقديم هؤلاء الطلاب وعددهم 4000 طالب في الغوطة الشرقية، أمنا أن يقدموا امتحاناتهم بكل هدوء وبكل أمان وبكل سلاسة. إجراءاتنا مستمرة على كامل هذه المناطق وبكل وحدات قوى الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، وهذا هو اليوم الرابع من أيام عيد الأضحى المبارك. ما زال ضباطنا وعناصرنا ودورياتنا منتشرة بكافة أرجاء وبقاع إشراف قيادة شرطة محافظة ريف دمشق. نعم سيادة اللواء، أيضا يعني قطاع الشرطة قدم العديد من الشهداء والعديد من الجرحى، ويعني مثله مثل باقي كل السوريين، وأيضا يعني قطاعكم أيضا رديف لأبطال الجيش العربي السوري يمكن في الصفوف الأمامية. خلينا نحكي اليوم عن هذا الدور الكتير مهم، إن كان خلال فترة الحرب وإن كان خلال فترة التحرير وإن كان خلال الفترة القادمة بإعادة الأعمار أيضا. يعني أولا أريد أن أقول شيئا هاما، إن الأبطال، أبطال الجيش العربي السوري وأبطال قوى الأمن الداخلي الذين قدموا أرواحهم على مذبح الوطن بكل حب وبكل تضحية من أجل عزة وكرامة هذا الوطن، لهؤلاء يعني هم فخر لكل سوري، وفخر لكل عربي، وفخر لكل إنسان في هذا العالم، لأنهم حاربوا إرهاب العالم، ولا يوجد جيش في العالم كان يستطيع محاربة وهزيمة الإرهاب كما استطاع الجيش العربي السوري ورجال قوى الأمن الداخلي من دحر هذا الإرهاب. ولذلك يعني نحن سوريا هي دائما لها الدور الحضاري الأكبر، وكما قال أحد علماء الآثار الفرنسيين، قال يحق لكل إنسان متحضر أن يفتخر أن له موطنان، موطنه الأصلي وسوريا. فسوريا هي موطن الحضارة دائما، وبما أنها هي موطن الحضارة ما زالت هي تحمل هذه الراية. وهؤلاء الأبطال رجال قوى الأمن الداخلي ورجال الجيش العربي السوري استطاعوا دحر هذا الإرهاب، ولذلك هم فخر لكل سوري كما قلت، ولكل عربي، ولكل إنسان متحضر في هذا العالم. هؤلاء طبعا نحن مهما قدمنا لذويهم نكون مقصرين، ولذلك نحن جميعا مدعوون كزملاء لهم في قوى الأمن الداخلي أن نكون أوفياء لدماء هؤلاء، وأن نكون على تواصل دائم،
وطبعا الوزارة وزارة الداخلية دائما أيضا بتوجيه من السيد الوزير هناك تواصل دائم مع ذوي الشهداء، وهناك لجان فرعية في كل المحافظات تتواصل مع ذوي الشهداء لمعرفة متطلباتهم ورغباتهم وتلبية كل ما يمكن أن يكون من خلال طبعا وزارة الداخلية ومن خلال قيادات الشرطة في المحافظات. ونحن كما تفضل سيادة اللواء يعني وزارة الداخلية في بداية العيد أصدرت تعاميم على كل قيادات الشرطة من أجل الجاهزية والاستنفار الدائم، وطبعا منعت الإجازات والاستراحات كالعادة، وهذا يعني أمر طبيعي لأننا نحن في قوى الأمن الداخلي عيدنا هو أمن هذا المواطن وعيدنا هو أمن هذا الوطن. لذلك ترين أن رجال قوى الأمن الداخلي فعلا هم العين الساهرة الحقيقية على أمن الوطن والمواطن. وطبعا نحن يعني أيضا في إدارة التوجيه المعنوي في وزارة الداخلية أصدرنا العديد من التعاميم، وأيضا على التلفزيون حيث التواصل المواطن على أرقام الوزارة التي هي 189 في عمليات الوزارة و130 في باقي المحافظات، والهواتف الهامة التي يمكن أن يتواصل فيها المواطن مع وزارة الداخلية ومع قيادات الشرط لكي تقوم بتلبية ما يتطلبه الحالة الأمنية. وطبعا هذا العيد هو يعني له نكهة خاصة ومختلفة، لأنه حقيقة هو أول عيد يخلو من القذائف، وأول عيد هو يخلو من الإصابات ومن الخوف. يعني لأول مرة طبعا نرى أن أطفالنا فعلا يعيشون فرحة حقيقية بهذا العيد. وكما تفضل سيادة اللواء يعني كانت كل الأسواق مكتظة، وبدأت سوريا أن تعود لسابق عهدها من الكرامة ومن العزة ومن التحرر من أجل البدء والانطلاق لسوريا الغد، سوريا الشموخ، سوريا النصر. نعم، يعني دائما مثل ما قلنا هذا العيد له نكهة مميزة، وخاصة أنه دمشق هي آمنة. نعم. اليوم بفضل انتصارات. نعم. الجيش العربي السوري. نعم. رجال قوى الأمن الداخلي ورجال الشرطة تحديدا عندهم عبء كبير ومسؤولية كبيرة. نعم. مثل ما قلنا بأيام عيد الأضحى لتنظيم السير وضبط المخالفات أيضا، وهلأ جايينا أيام معرض دمشق الدولي. نعم. كيفية التحضيرات وكيف تمت التعامل مع الحالات أيضا؟ المعرض خاصة أنه فتح كمان طرق جديدة سيادة اللواء. نعم نعم، المعرض منذ 3 أشهر بدأنا بهذه التحضيرات وبشكل جدي وبشكل يومي ومتابع من كل الجهات المعنية سواء الإدارية أو الشرطية أو الأمنية. حقيقة وزارة النقل أحدثت خط حديدي صحيح من محطة القدم وحتى مدينة المعارض. صحيح. طبعا أهلنا كل الطرق التي تؤمن حركة انسياب بدون أي ازدحام إلى من وإلى المعرض. وساحات جهزت حديثا لاستيعاب آلاف السيارات للإخوة المواطنين، وما زال العمل جاريا حتى هذه يعني ما رح نشوف عجقة مثل هذيك السنة إن شاء الله. بوعدك أنه رح يكون في عجقة، قصدي تنظيم السير رح يكون أحسن. نحن نتمنى أن يكون هناك ازدحام ضمن المعرض من الإخوة المواطنين، بس يقع على عاتقنا أن نؤمن انسياب لكل الأخوة الزائرين والمواطنين. وهناك مشاركات عديدة وكبيرة جدا من دول عديدة في العالم، 48 دولة سيشاركون. كل هذا الأمر مدروس ونستوعب أكثر من هذا العدد إن شاء الله. والتحضيرات استكمال الإجراءات جارية حاليا. نعم. سيكون معرض مميز يعني إن شاء الله. إن شاء الله أكيد كلنا ناطرينه. خلينا لكن نحكي عن الطرقات الجديدة بالشام يلي عم تفتح أو بالريف أو نعم. أو طرقات كتيرة كانت نعم. مسكرة. نعم. ومن جديد عم تفتح، حتى إذا كان فيها شيء عم تتصلح فورا. نعم. وعم يكون في انتشار لقوى الأمن أيضا للحفاظ على سلامة المواطن من مخالفات والحوادث. حقيقة استراد الحيوي الذي يربط دمشق وباقي المحافظات هو الاستراد الدولي دمشق حمص. سيد محافظ ريف دمشق مشكورا
تم تأهيله ومنذ اللحظات الأولى تم فتحه وتم تأهيله بشكل يعني غير مسبوق حقيقة. يعني وجهت إلينا أسئلة ووردتنا اتصالات من مواطنين، هل صحيح بأن الاستيراد قد فتح بهذه السرعة؟ أجبناهم بأنه نعم، وبجهود جهود كبيرة من محافظة ريف دمشق. أيضا العديد من الطرق فتحت كانت مغلقة بسبب تواجد الإرهابي في أماكن معينة. بمجرد أن استقرت هذه المناطق وتحررت من رجس الإرهاب عيد فتحها أمام حركة المواطنين، وهذا الازدحام الذي شاهدناه يؤكد ما أقوله. صحيح. أكيد. أكيد. يعني خلينا نحكي كمان سيادة اللواء، خلينا نحكي عن الشيء المعنوي وخاصة لأهالي الشهداء من رجال قوى الأمن الداخلي. يعني دائما وزارة الداخلية بتعمل تكريم لهم كل فترة وبكل عيد لقوى الأمن الداخلي، فخلينا نحكي عن هالجانب، تكريم أهالي الشهداء أيضا. شو قدمت لهم وزارة الداخلية؟ وبعرف انه استحدث مكتب لجرحى رجال بداخل الوزارة. نعم. طبعا وزارة الداخلية قدمت اكثر من 3000 شهيد منذ بداية الاحداث وحتى الان، وقدمت ايضا الاف الجرحى. وهذا الامر طبعا نتيجة ان وزارة الداخلية واكبت الحالة التي كانت تعيشها سوريا من هذه الحرب الظالمة التي شنت علينا، وبالتالي انتقلت من وزارة خدمية إلى وزارة مقاتلة. يعني أصبح الشرطي يقاتل جنبا إلى جنب مع رجال الجيش العربي السوري في الخندق، يستخدم السلاح بكل أنواعه، نتيجة أن الحالة العامة فرضت علينا هذا الأمر. صح. علما أن وزارة الداخلية طبعا لم تتأخر أيضا عن واجباتها المتعلقة بحفظ الأمن والنظام، ويعني شرطة المرور لم بقي ثابتا في مكانه حتى بعز القذائف. يعني ما بننسى نحن رجال الشرطة بساحة الأمويين لأنه قريب علينا، فكنا نشوف رجال الشرطة كيف لما يوقع أي هاون أو أي ظرف كيف يتصرفوا، فعن جد تحية لهم. وأنا يعني أنا أريد أن أؤكد دائما على مسألة أن رجال الشرطة ورجال القوى الأمن الداخلي هم أول الشهداء وأول الدماء التي سقطت يعني على أرض هذا الوطن، هي كانت دماء رجال القوى الأمن الداخلي، حيث استشهد لنا عدد من عناصرنا في غوطة دمشق ثم في قسم الصالحية عندما كان يدعي هؤلاء أنهم يقومون بمظاهرات سلمية وهم كانوا يخفون غير الأسلحة، غير الاعتداءات على مخافر الشرطة بعدة محافظات. فأول دماء أيضا كما قلت طاهرة سالت على أرض هذا الوطن هي دماء رجال قوى الأمن الداخلي، وهذا الأمر طبعا استدعى أن تكون هناك خلية عمل دائمة في وزارة الداخلية. واستحدث مكتب الشهداء طبعا وهو موجود في الوزارة، يقوم باستقبال ذوي الشهداء من أجل الاستفسار، وهناك أيضا لجنة من عدد من إدارات في وزارة الداخلية، طبعا نحن برئاسة معاون وزير الداخلية، طبعا تجتمع بشكل دوري وشكل دائم لبحث مثلا قضايا الشهداء المفقودين. يعني نحن لدينا باستثناء موضوع الشهادة موضوع المفقودين، يعني بعد مضي 4 سنوات عندما يكون هناك ضبط منظم لفقدان شخص يعتبر أيضا شهيد، وطبعا يتقاضى راتبه بعد العام الأول من الفقدان، ثم يتقاضى كل حقوق الشهيد بالنسبة للمفقود، أيضا بالنسبة للشهداء مثلهم أيضا الشهداء في الجيش والقوات المسلحة يتقاضون كل التعويضات. طبعا هناك بعض الفروقات أيضا نحن ما زلنا نعمل من أجل إزالتها. بالنسبة للشهيد العازب ما زال حتى الآن يتقاضى نصف التعويض حقيقة، أما في الجيش العربي السوري فهو يتقاضى التعويض كامل. صحيح. نحن أيضا نسعى من أجل يعني مساواة عناصرنا، وهذا أيضا هناك نص مرسوم صادر عن السيد الرئيس أن يستفيد رجال قوى الأمن الداخلي من كل الميزات التي يستفيد منها رجال الجيش العربي السوري. ولذلك نحن كما قلت يعني في وزارة الداخلية هم هؤلاء ذوي هؤلاء الشهداء هم من يكرموننا، وهم عندما يأتون إلى مكاتبنا وعندما يأتون إلى وزارة الداخلية أو إلى قيادات الشرط نشعر نحن بالفخر وبالاعتزاز، لأننا نحن
هؤلاء الأبطال الذين ربوا أولادهم على حب الشهادة، والذين لولا هؤلاء نحن لما استطاعت سوريا أن تقف وأن تنتصر هذا الانتصار العظيم على هذه الحرب الكونية التي شنت على بلدنا الحبيب. وكما قال السيد الرئيس، نحن علينا أن نستخدم المفردات الجامعة للوطن. هم كانوا يريدون أن تكون سوريا كيانات مصطنعة إثنية وعرقية، ومن أجل أن تكون دويلات صغيرة وكانتونات متقاتلة متصارعة. فشل المخطط، لكن هؤلاء فشلوا نتيجة صمود هذا الجيش العربي السوري، وصمود هذا الشعب العظيم أيضا، وصمود رجال قوى الأمن الداخلي. وكما قلت، نحن دائما مكاتبنا وصدورنا وقلوبنا مفتوحة لاستقبال ذوي الشهداء وايضا الجرحى هؤلاء الشهداء الاحياء. أكيد. الذين ايضا أكيد لا يقلون. نحن كل هاي التفاصيل معك سياده اللواء، وايضا سياده اللواء عصام، لكن بعد ما نروح لموجز لاهم الاخبار على الساحه السياسيه العربيه والعالميه مع زميلتنا علا ابو خضر. يسعد صباحك يا علا، وكل عام وانت بالف خير. يسعد صباحك زينب وانتم بالف خير. مشاهدينا نبقى مع موجز لاهم واخر الانباء، ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم. دعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا واشنطن إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية وسحب قواتها من سوريا، مجددة التأكيد على أن وجودها غير شرعي. وأوضحت زاخاروفا أن الجانب الروسي يملك معلومات موثوقة بأن القوات الأمريكية التي تنتشر في منطقة التنف التي تضم مخيم الركبان على دراية تامة بوجود المئات من إرهابيي تنظيمي داعش وجبهة النصرة في المخيم، ويقومون باستخدام المهجرين دروعا بشرية. أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أنه سيلتقي مع ممثلي الدول الثلاث الضامنة حول سوريا، وهي روسيا وإيران وتركيا، في جنيف في 11 و12 من الشهر المقبل. يأتي ذلك بعد أيام من إعلان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن ممثلي البلدان الضامنة حول سوريا سيلتقون في الثلث الأول من أيلول القادم مع دي ميستورا في جنيف. ارتكب طيران العدوان السعودي مجزرة جديدة بحق الشعب اليمني، راح ضحيتها 22 طفلا و4 نساء إثر غارات استهدفت سيارة تقل مهجرين بمديرية الدراهمي في محافظة الحديدة. وردا على هذه المجازر، نفذت القوى البحرية للجيش اليمني واللجان الشعبية عملية نوعية خاصة داخل العمق السعودي لأول مرة، حيث تم خلالها ضرب هدف عسكري. كما استهدف الجيش اليمني مواقع لمرتزقة العدوان في محافظة الجوف ومأرب، نتج عنها سقوط العديد من المرتزقة بين قتيل ومصاب. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز من استمرار تنظيم داعش الإرهابي بتحريض أتباعه في أوروبا على شن هجمات في دولهم. غوتيريز قال إن تنظيم داعش لا يزال يوزع على مؤيديه تعليمات بخصوص أساليب تنفيذ الاعتداءات الإرهابية وتصنيع عبوات وأحزمة ناسفة، لافتا إلى أن التنظيم الإرهابي يعير في الآونة الأخيرة اهتماما أكبر للأساليب الأكثر تطورا، وخاصة استخدام مواد كيميائية وعبوات تفجير عن بعد. في خبرنا الأخير، لوحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على أي دولة في العالم ستعقد صفقات مع روسيا لشراء منظوماتها للدفاع الجوي من طراز S-400. هذا وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نايرت في مؤتمر صحفي: إننا نعارض الشراء المحتمل لمنظومات S-400 من قبل شركائنا وحلفائنا في كل أنحاء العالم. وأوضحت نايرت في تعليق على الأنباء حول نية النظام التركي الإسراع في عملية حصولها على هذه الأسلحة من الجانب الروسي: إن وجود منظومات S-400 في الدول الحليفة لنا ضمن الناتو مثل تركيا تثير قلقا لدى الولايات المتحدة الأمريكية، لأن ذلك يتناقض مع سياساتنا. بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. عودة إليك زينب.
شكرا لك زميلتنا علا ابو خضر. اكيد مشاهدينا متابعينا لنحكي عن دور رجال قوى الامن الداخلي ورجال شرطه المرور. يا ليا أكيد زي ما زينب بدنا نرجع نحيي سيادة اللواء محمد حسن العلي وأيضا سيادة اللواء عصام الحلاج قائد شرطة محافظة ريف دمشق. سيادة اللواء عصام خلينا هيك نتطرق بحديثنا بنهايات حديثنا لليوم، يمكن في كتير أوجاع بتصادف قوى الأمن الداخلي، في كتير من الثغرات ممكن يتعرضوا لها بعض من القوى، خلينا هيك نحكي ونوجه لهم هيك معايدة حبية لكل القوى الأمنية اللي عم تتابعنا. في هذه المناسبة نتوجه لرفاقنا وأبنائنا في قوى الأمن الداخلي بالتهنئة والمباركة بهذه المناسبة لهم ولعائلاتهم، ونشكرهم على تواجدهم في الساحات العامة في الطرقات ليلا نهارا بكل الظروف الجوية. شرطة المرور موجود على مدار الساعة بالشارع تحت حر الشمس، أيضا ليلا هناك دوريات موجودة على مدار الساعة تؤمن وتحفظ السكينة العامة. نتوجه ونقول لهم كل عام وأنتم بخير، ونتوجه للأخوة المواطنين بأن يكونوا مطمئنين بأننا نحن سنبقى العين الساهرة، ونطلب منهم بأن يكونوا على تواصل دائم معنا ولا يترددوا في الإعلام عن كل ما يسيء إلى الأمن العام، وسواء كان يتعلق به بشكل شخصي أو بالمجتمع بشكل عام. وكما ذكر السيد اللواء محمد، هناك أرقام تظهر على الشاشات الوطنية تشير إلى الأرقام التي يمكن أن يلجأ إليها المواطن لطلب الاستغاثة وطلب النجدة أو الإعلام عن أي أمر يراه المواطن بأنه مخل بالأمن العام. فليكونوا مطمئنين، نحن جاهزون لتأمين ممتلكاتهم وحياتهم، ونتمنى لهم عيدا مباركا. أكيد، ولك كمان ولعائلتك الكريمة شكراً شكراً. عيد مبارك. كمان شو بتحب تتوجه سيادة اللواء لكل عنصر من عناصر قوى الأمن الداخلي، وخاصة أنه مثل ما قلنا ما بيعيدوا، فإمتى رح يعيدوا كمان؟ خلينا الناس بتسأل يعني أنه هذا الشرطي ما بيعيد مثلا بضل واقف، فخلينا كمان كلمة منك لإلهم وشو بتقلهم؟ يعني أولا نقول لإخوتنا وأبنائنا رجال قوى الأمن الداخلي، نقول لهم أنكم أنتم حملتم رسالة مقدسة، وهي أن تكونوا دائما في خدمة هذا الشعب، وأن تكونوا العين الساهرة على أمن هذا الوطن وهذا المواطن. وعليكم أن تجسدوا ما قاله السيد الرئيس بأننا نعمل جميعا من أجل سيادة وكرامة سوريا، وهذا الأمر طبعا يستوجب منا الاستنفار الدائم، وهذا بالنسبة لنا هي رسالتنا نحن في قوى الأمن الداخلي، أن نبقى على هذا الاستنفار ونبقى على هذه السوية العالية من الجاهزية، والتي أكدت نجاعتها في سواء في الأعياد أو في غير الأعياد. وهذا طبعا أملنا في عناصرنا أن يكون هذا المواطن بالنسبة له هو أخ وأب، وأيضا المواطنة هي الأم والأخت، وأن يحافظ عليه ويحافظ على العلاقة الحميمية بينه وبين هذا المواطن، لأن هذا المواطن هم أهلنا وهم عزتنا وهم كرامتنا، وبالتالي الحفاظ على كرامة المواطن هو حفاظ على كرامة الوطن. وأيضا نطلب من مواطننا أيضا أن يقدر عمل هذا الشرطي، هذا الرجل المجهول الذي يراه دائما في الليل في النهار في الطرقات العامة في المرور. يعني أنت ترين أنك أنت بحاجة لعناصر الشرطة منذ الولادة وحتى الزواج وحتى الطلاق وحتى الوفاة وحتى يعني أي حادثة تكون في حياة الإنسان، دائما الشرطة هي الملجأ. لذلك يعني هؤلاء الرجال أيضا الساهرون على أمنه يجب أن يقدر هذا العمل، ويجب أن يقدر هذا الجهد الذي قدمته وزارة الداخلية. وطبعا نحن هذه ليس منة منا، هذا هو واجبنا نحن كأبناء مخلصين لهذا الوطن، ونقول لهم كل عام وأنتم بخير، وكل عام وقائد هذا الوطن العظيم
بألف خير. آمين آمين يا رب. وأكيد نحن بدنا نطلب أيضا من المواطنين تخفيف السرعة ويكونوا أكيد متعاونين مع كافة رجال الشرطة وخاصة الشباب اللي طالعين هلأ جديد والسيارات والمتورات وكذا. شكرا كثير، تحيتنا القلبية لكل رجال الشرطة، لكل رجال قوى الأمن الداخلي. شكرا كثير، ينعاد عليكم بالخير والله يحميكم يا رب. شكرا سيادة اللواء. شكرا جزيلا. شكرا لكم، ودائما بنقول انتم الخط الرديف للجيش العربي السوري، ودائما بنقول لكل عنصر عم يتحمل كل الظروف. عن جد كل عام وانت بخير ويعطيك الف عافيه، لك من قلوبنا كلنا يعني كل التحيه الطيبه. شكرا لك سياده اللواء عصام الحلاج قائد شرطه محافظه ريف دمشق. شكرا. وايضا اللواء محمد حسن العلي مدير اداره التوجيه بوزاره الداخليه، اهلا وسهلا فيكم. شكرا لكم. شكرا لكم، كل عام وانتم بألف خير ان شاء الله.